اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله. آه هذه الحلقه لم اكن اعرف كيف ابداها حقيقه وكنت اتناقش مع ضيوفي كيف ابدا هذه الحلقه ولكن آه آه يعني آه اثرت ان ابدا الحلقه آه بموضوع ليس بالموضوع الذي سنناقشه مع ضيوفي وهم الاستاذ آه خليل معنا من غزه للمره الثانيه على التوالي بعد مشاركته معنا بالحلقه الماضيه وايضا الدكتور نشات الاقطش الذي يتواجد معنا في الاستوديو. حقيقه سنناقش موضوع اخر ولكن قبل ان نبدا بالنقاش وقبل ان نبدا طرح موضوع النقاش وقعت بين يدي وثيقه صادره او كتالوج تقوم وزاره السياحه الفلسطينيه هنا في رام الله بتوزيعه على المؤسسات الدوليه والمحليه والسفارات الى اخره وللاسف الشديد اقول وكل مراره ان مثل هذا المنشور بعد ان اقرا جزء منه عليكم انا اعتقد ان مثل هذا المنشور ان يوزع ولمده سنوات من قبل وزاره السياحه الفلسطينيه وأن لا يلقي أحد بالا إلى ما في داخل هذا المنشور أنا أعتقد إنه حكومات بتطير على هيك شغلة مدراء مطبوعات ونشر بيطيروا على هيك موضوع وزراء بيطيروا ورئيس وزراء بيطير أنا سأقرأ بعض ما جاء في هذا الموضوع اللي هو بتحدث وبقول تعلم عن ماضينا وعش حاضرنا وشارك في مستقبلنا وللأسف الشديد أقول أن الرواية الموجودة هنا هي الرواية اليهودية عن حاضرنا وماضينا ومستقبلنا عندما نقول أن القدس بنيت لأكثر من ثلاثة ألاف عام ونحن نقول كفلسطينيين أنها منذ خمسة ألاف عام عندما يقول الكتالوج أنه أن الملك داود الشخصية التوراتية آه قام بتحويل القدس من اصولها كقريه كنعانيه الى اخره وقام باعلانها عاصمه له الى الابد هذا ينشر هذا منشور في احد وثائق وزاره السياحه الفلسطينيه عندما نتحدث على سبيل المثال عن رام الله ونقول انها العاصمه الناشئه للدوله الفلسطينيه ولا نقول القدس هي العاصمه التي نطمح لان تكون عاصمتنا عندما نقول نابلس ونقول جزء منها يعني حافظت نابلس على اهميتها كمركز اقليمي بعد انتهاء العهد البيزنطي مرورا بالعهد المسيحي والاسلامي واليهودي والتعايش السلمي السومري الاخير وحتى تاسيس دوله اسرائيل الى اخره مما جاء في هذا المنشور، انا اعتقد انا اقول يجب فورا ان تشكل لجنه تحقيق على اعلى مستوى لمناقشه مثل هذا الموضوع ولازم يتحاكم كل سفير انتشر هذا في سفارته، لازم كل وزير كان مسؤول في وزارته عن مثل هذا لازم يتم هناك مراجعه ومراجعه حقيقيه لمثل هذا الموضوع لانه موضوع خطير، وانا هذا يعني هو موجود بعتقد في وزاره السياحه وان تم ايقافه سنقوم بنشره على الفيسبوك الخاص بالقناه لمراجعته هذا امر خطير. ويعني احد مقولات احد زعماء اسرائيل لا اذكر ان كان جولدا مائير او موشي ديان قال ساخشى الشعب الفلسطيني عندما يبدا بالقراءه فواضح انه احنا شعب مش قارئ واحنا مسؤولين مش قارئين وواضح انه يعني آه هذا موضوع بحاجه لاعاده مراجعه ومراجعه حقيقيه انا بعتقد انه هذا موضوع خطير ومش هو موضوع حلقتنا اليوم، موضوع حلقتنا اليوم كمان موضوع خطير وموضوع مهم ولانه احنا ما بنقرا قبل حوالي شهر ونص او اكثر صدر عن الاونروا تقرير بيحكي انه بعد في العام 2020 لن يكون هناك في متر مربع واحد في قطاع غزه لبناء صف مدرسي عليه يعني هذا الحديث انا اثار فضولي واثار فضول طاقم كبير يعني معي انه شو المعنى انه ما في غرفه صفيه في في قطاع غزه راجعنا الحقيقه هي احنا بنشوف هون مجموعه كبيره من الكتب اه يعني خلينا نحكي انه هناك اه على سبيل المثال ما بعرف انه الناس بتعرف في هذا الحكي ولا لا في جريده رسميه تصدر عن الرئاسه هنا في رام الله كل قرار رئاسي او حكومي بصدر فيها او مرسوم يفترض انه ينشر وايضا حكومه غزه وحكومه حماس في غزه اتبعت ذات الاسلوب وهناك كل قرار يصدر هناك اه جريده رسميه تصدر الحقيقة تابعنا الـ الـ ما يصدر هنا وما يصدر هناك ولاحظنا أنه هناك نحن بحاجة إلى أن نضع النقاط على الحروف في هذا الموضوع لأنه هناك في حالة خطيرة فعلا بتمر فيها قطاع غزة بمعنى آخر يعني أحدهم قال لي ما في غرفة مدرسية أنا اللي خايف منه أنه ما نلاقي محل ندفن فيه الناس لما تموت لانه فعلا هناك في اقتطاع لاراضي الدوله الاراضي الخاصه بالناس واللي هي حق الاجيال القادمه وتوزع هذه الاراضي على جهات معينه ساناقش مع ضيوفي مره اخرى ارحب بهما من هناك من غزه ومن هنا من رام الله ولكن قبل ان نبدا سأطلب من المخرج انه بامكان الاخوه المشاهدين ان يتواصلوا معنا عبر البرنامج على الارقام الظاهره على الشاشه من داخل فلسطين 02 2 9 7 8000 ومن خارج فلسطين 00 970 22 8000 قبل ان نبدا دعونا نشاهد هذا الرسم البياني الذي يوضح بعض الأرقام تتعلق بالضفة الغربية وبقطاع غزة ومن ثم نبدأ النقاش أعزائي المشاهدين ما شاهدناه هو خارطة للضفة الغربية وخارطة أخرى لقطاع غزة تظهر مساحة الضفة الغربية البالغة 5860 كيلومتر مربع، مساحة قطاع غزة 360 كيلومتر مربع، عدد سكان الضفة الغربية حتى العام نهاية العام 2011 2.5 مليون نسمة تقريبا وعدد سكان قطاع غزة حتى نهاية عام 2011 1.8 مليون نسمة الكثافة السكانية في الضفة الغربية 426 نسمة لكل كيلومتر مربع أما الكثافة السكانية في قطاع غزة فهي 5000 نسمة لكل كيلو متر مربع وإذا ما قرنا أيضا مساحة الأرض المتر المربع في غزة هو يعادل أو يساوي حسب ما أظهرت الرسم البياني هو يعادل أو يساوي 16.3 متر لمثيله في الضفة الغربية أستاذ خليل أرحب بك معنا مرة أخرى من غزة وأشكرك على تلبية دعوتنا للمرة الثانية أهلا بك أخ ماهر وتحياتي للدكتور نشأت ولكل الإخوة والأخوات المشاهدين دكتور يعني إعلان بداية لنبدأ من ما صرح به مسؤول الأنروا أو المسؤول الناطق باسم الأنروا وقال أن هناك أزمة حقيقية تتعلق بالأرض وأن بما معناه ممارسات الحكومة هناك في غزة ستؤدي في العام 2020 إذا ما واصلت على نفس الوتيرة ل أن لا يكون هناك مكان لبناء غرفه صفيه جديده في القطاع الى اي مدى مثل هذا الكلام صحيح يعني اولا معروف ان وكاله غوث وتشغيل اللاجئين هي احدى اهم المؤسسات الدوليه التي تعنى بتقديم خدمات انسانيه لاكثر من 800 الف لاجئ في قطاع غزه هؤلاء من بينهم أكثر من 107 ألاف حالة معدمة هذه الحالات المعدمة مسجلة لدى وكالة الغوث لا لا تستطيع الاستمرار العيش دون تلقي مساعدات سواء كان من وكالة الغوث أو من مؤسسات إغاثية أخرى وهو ما يشكل حوالي 10% من سكان قطاع غزة هناك أيضا معطيات ومعلومات أخ ماهر لم تذكر في العرض علينا أن نذكر أن هناك 300 متر على طول قطاع غزة من شماله إلى جنوبه هي منطقة عازلة إسرائيل تفرضها بعرض 300 متر وهو ما نعم. يقطع نسبة كبيرة من مساحة قطاع غزة نعم. نعم نعم وهناك كثافة سكانية وهناك ازدياد في عدد السكان في قطاع غزة بالمقابل المشاهد ان ان ما يحدث من توزيع اراضي ومن عمليات تخصيص لهذه الاراضي بشكل غير مدروس ولا يقوم على اساس العداله هو بالتاكيد يؤكد المعطيات التي جاءت في تقرير وكاله غوث وتشغيل اللاجئين والتي تتحدث عن استحاله الحياه في العام 2020 واعتقد ان هذا ربما ما يدفع اعداد هائله من الناس اما ان انهم بداوا بالفعل باتخاذ اجراءات للخروج من قطاع غزه او ان هناك ايضا نسبه كبيره من بين الشباب خاصه الشباب الذين ينتظرهم مستقبل غير معلوم.